ترجمة جوجل تقوم بعمل شرير لا يصدق، ويبدو أنه سيؤثر علينا جميعا. نحن جميعا نعلم أن الذكاء الاصطناعي AI تغزوه الشياطين الآن، أليس كذلك؟ فكما حدث مع أليكسا المساعد الرقمي من أمازون، سواء كان بالقهقهة كمجموعة من القتلة أو الحديث مع شخص ميت أو تنبؤ جوجل باليوم الذي ستموت فيه، على ما يبدو أن البشر قد اعتادوا بشكل سريع على الروبوت المخيف الخارق للطبيعة. لكن على الرغم من، أو ربما بسبب قلة ردود أفعالنا غير الواضحة على علامات التحذير الواضحة، فإن الرسائل المخيفة من لوحة ويجا عبر الإنترنت أصبحت أكثر سوءا ولم تكن الأخيرة استثناء. فالخبر السيء أن العالم سينتهي، آسف بشأن ذلك. والخبر الأسوأ، علينا أن نكتشف ذلك من خلال ترجمة جوجل ترانسليت. لاحظ مستحضر أرواح من الإنترنت من خلال كتابته كلمة دوغ 19 مرة في برنامج الترجمة من جوجل، وقام بتغيير لغة الإدخال إلى لغة الماوري، والتي كشفت عن النبوءة التالية التي يقشعر لها الأبدان. يوم القيامة عبارة عن 3 دقائق في الساعة 12، ونحن على وشك مواجهة شخصيات وتطورات درامية في العالم، والتي تشير إلى أننا نقترب بشكل متزايد من نهاية الزمن وعودة المسيح. هذا لم يكن الدليل الوحيد على أن الإنترنت سكاي نت يعلم شيئا لا نعلمه، ولأسباب معينة يجب اختيار بعض الترجمات الغامضة لتكشفه لنا. فمثلا، إذا حاولت ترجمة أجي من اللغة الصومالية إلى الإنجليزية، ستحصل على سلسلة حول تلك المرحلة، والتي يمكن فقط أن نعتبرها التحذيرات في الدقائق الأخيرة التي تسبق نهاية الوقت. حاول أحد شجعان الريديتور ترجمة كلمة بروفيسي، من المحتمل أن يكون تحديا مباشرا لكل ما يعرفه جهاز يوم القيامة لجوجل، وكانت النتائج غير مطمئنة. واتضح أيضا أن ترجمة دي دبليو في تعطي شيئا مثيرا للقلق في الواقع. على الرغم من هذه البلاغات الشريرة، ينفي المتخصصون في التقنية أي سبب يدعو للقلق. يقول كريس بويد المحلل الأمني في مالوير بايتس لمجلة اي اف ال ساينس، لم يحدث شيء لترجمة جوجل، ونحن لم نقتل بسبب بعض التنبؤات الرقمية. ويقول إن الترجمة تستخدم ترجمة آلية عصبية تعتمد على شرائح ضخمة من النصوص في اللغة الواحدة، جنبا إلى جنب مع الترجمة ذات الصلة في لغات أخرى. تلك اللغات التي تتجه للحصول على كميات أصغر من النصوص المترجمة لمقارنتها عامة مع تلك التي تعتبر مسؤولة أكثر عن أغرب الترجمات. لكن لماذا نعتبرها نبوءات عن نهاية العالم عوضا عن كونها مجرد أفكار دادية؟ دادست ويستينج. يوضح بويد أن كل ذلك بسبب النصوص التي يتداولها جوجل. تقوم ترجمة جوجل بكل ما يمكنها، وتحاول الاقتران بأي نصوص تملكها من تلك اللغات الأقل شيوعا. من المحتمل أن تلك النصوص التي تتحدث عن النهاية قد تأتي من النصوص الدينية، بالإضافة إلى الكتاب المقدس المترجم لكل اللغات، وقد يتسبب ذلك في هذا الحادث الغريب. وذلك من المحتمل أن يفسر بعض الرسائل غير المفهومة والتي بدأت بالظهور. جوجل وحده سيكون قادرا على تحديد السبب الدقيق، لكن أعتقد أننا لا يجب أن نبدأ بالصراخ في الشوارع بعد.